حضور قياسي يشهد الحدث الجوي الأكبر من نوعه في المنطقة، معرض دبي للطيران الذي تشارك فيه الجهات السعودية ذات العلاقة إلى جانب أكثر من 1200 شركة عارضة. إيرشو من أهم المعارض فيها المتخصصة في مجال الطيران والدفاع والفضاء، ومهم جدا مشاركتنا لعدة أسباب ولأنها أهداف كثيرة. طبعا أول هدف أساسي لمشاركتنا هو إبراز الإمكانيات والمقدرات اللي موجودة في الشركة. طبعا لما تبرز الإمكانيات والمقدرات الموجودة في الشركة في المجالات الدفاعية والمتخصصة، هذا يبرز أيضا الإمكانيات الموجودة بالمملكة العربية السعودية بشكل عام. وقد كشفت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وشركة تقنية للطيران لزوار المعرض عن طائرة الانتونوف AN-132 ذات الصناعة السعودية الأوكرانية، وهي الطائرة التي صنعت في أوكرانيا بشراكة بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وشركة انتونوف لصناعة الطيران وشركة تقنية للطيران، كخطوة مهمة في مجال تطوير وتصنيع الطائرات وكذلك تسويقها محليا وإقليميا وعالميا. الطيارة السعودية الأوكرانية هي طائرة الشحن متعددة الأغراض، طائرة الشحن الخفيفة، وزنها 28 طن، حمولتها 9 طن. هذه الطائرة تم اختيارها بموجب ورش عمل عقدت في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص. القطاع الحكومي ممثل بوزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الحرس الوطني وقطاعات أخرى. من جهة ثانية، قدمت السعودية الطائرة الاستراتيجية بدون طيار صقر واحد، وهي الطائرة الاستراتيجية التي تتميز بقدرتها على التحليق بارتفاع متوسط يصل إلى 20,000 قدم ومدة تحليق تصل إلى 24 ساعة. الطموح لا محدود، والآن احنا لنا تقريبا بعض الشركات لا 10-15 سنة. الآن اللي حاصل في المملكة هو التغير التام كومبليتلي من استعمال الآلة إلى صناعة الآلة، ونبدأ خطوة خطوة من صناعة الآلة إلى الكومبوننت إلى انتجريشن إلى أن نوصل إن شاء الله لتحقيق رؤية القيادة عندنا اللي تكون في 2020 و2030. الطريق مشوار طويل، لكن إن شاء الله احنا ماشيين على المسار الصحيح. المشاركة السعودية في معرض دبي الدولي للطيران 2017 تعكس الحرص على إبراز المراحل المتطورة التي وصلت إليها صناعة الطيران في السعودية ومدى مساهمة هذا القطاع في تحقيق رؤية المملكة 2030 ودور الشركات الوطنية في توطين الصناعات العسكرية السعودية. بيان أبو طالب، معرض دبي الدولي للطيران، دبي.